حالة الوفاء حالة الحياء حالة الحب هذه ليست مبادئ ادراكيه مبادئ نفسيه حالة الادب اكو بعض الافراد عندهم حالة الادب بعض الافراد ما عندهم هذه الحالة حالة نفسية تختلف الحالات باختلاف هذه الحالات تختلف المواقف وتختلف الأعمال أمير المؤمنين لاحظوا نهج البلاغة رواية عجيبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه آخر نهج البلاغة أو آخرها يعني قبل نهاية نهج البلاغة بسطور في قصار الحكم قيل له هل لا غيرت شيبك يا أمير المؤمنين خضاب مستحب لحية أمير المؤمنين كانت بيضاء هل لا غيرت خضابك أو لا لو لا غيرت خضابك يا أمير المؤمنين يبدو في أواخر أيام حياته صلوات الله عليه في شرح ابن ميثم أو ميثم البحراني أو الشرح الآخر يقول يظهر أنه كان في أخريات أيام حياته فقال امير المؤمنين الخضاب زينه ونحن في عزاء. عزاء من؟ عزاء رسول الله صلى الله عليه واله، طبعا الشريف الرضي هكذا يقول ولعله ايضا عزاء سيده نساء العالمين فاطمه صلوات الله عليها. بعد كم عام النبي الاعظم صلى الله عليه واله متى توفي؟ في العام العاشر من الهجره. امير المؤمنين صلوات الله عليه متى قتل؟ في عام اربعين من الهجره، بعد يمكن ثلاثين عام. يقول نحن في عزاء. عزاء النبي الاعظم. صلى الله عليه وآله عزاء الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أحد الإخوة قبل أيام قال لي في سؤال سألته ما كان يقول طبعا ولم يقل لي بس ضمن سياق ذكر قال أنا ما أتعطر طيلة محرم وصفا عزاء سيد الشهداء، هذه المصيبه العظيمه يتعطر في شهر محرم وصفر، انقل لكم هذه القضيه ايضا، احد العلماء يقول: قدمت لاستاذي قنينه عطر، ففتح القنينه وفكر قليلا ثم اغلقها هذا العالم كان له استاذ اهوايه كان يعتقد به قال لقد مضى على وفاه استاذي عامان ونحن في مصيبته ما اتعلم ما أقدر أتعطر يقول هذا التلميذ إلى ستة وثلاثين عام من هذه القضية بعد وفاة أستاذه يقول كلما كنا نقدم له قنينة عطر كان يفكر ثم يغلقها ويضعها في جيبه حالة الوفاء بعض الافراد عدهم وفاء بعض الافراد ما عندهم <applause>